عرف ما يأتي. التميئ هو ظاهرة امتصاص الرطوبة من الجو والتحول إلى مادة مبتلة مثل الطعام العادي. عرف جبس باريس وهو الجبس المتكون نتيجة تسخين الجبس الاعتيادي. نين من تسخين الجبس الاعتيادي الذي يفقد جزيئة من الماء، والصيغة الكيميائية هي CaSO4 الكلتو H2O، ويستعمل في التجبير وصنع التماثيل، واخذناها شن الفرق. 3. اطفاء الجير وهو عملية تحضير هيدروكسيد الكالسيوم، وذلك بإضافة الماء إلى أكسيد الكالسيوم، وتؤدي إلى هذه العملية إلى الحصول على هيدروكسيد الكالسيوم الذي يعرف أحيانا بالجير المطفئ. دير بالك عليها الجير المطفئ، ويجعل المحلول الصافي بماء الكلس الصافي. عندنا فقرة علل. سميت عناصر الزمرة الأولى بالفلزات القلوية. الجواب ليش؟ لأن محاليلها عالية القاعدية. 2. سميت عناصر الزمرة الثانية بالفلزات الأتربة القلوية لأن بعض كاسيدها عرفت بالأتربة القلوية. 3. يحفظ فلز الصوديوم في النفط الأبيض. ليش؟ لكونه يشتعل عند تعرضه للهواء. علل 4. اختفاء لمعان قطعة الصوديوم المقطوعة حديثا، وذلك عند تعرضها للجو الرطب فإنها تتحد مباشرة مع الأكسجين الجو. 5. تميئ ملح الطعام العادي. مهم ماذن طلابنا شفتون بالأسئلة الوزارية مو صحيح؟ الجواب وذلك لاحتوائها على شوائب من كلوريد الكالسيوم أو كلوريد المغنيسيوم أو كليهما. 6. عند ترك حبيبات هيدروكسيد الصوديوم في الجو تتميئ أولا. الجواب تتميئ لأنها تمتص الرطوبة وتفاعل الطبقة المتميئة مع غاز ثنائي أكسيد الكربون في الجو، وتتكون قشرة جافة في كربونات الصوديوم. 7. تعكر ماء الكلس عند مراره غاز CO2 عليه. جواب بسبب تكون كربونات الكالسيوم غير الذائبة في الماء. طبعا المعادلات كلها نشرحها مرة واحدة في فيديو واحدة. اوكي 8. ونحل اسئلة وزارية. طبعا هي اسئلة وزارية لكن نحل اسئلة شاملة. أملاح الليثيوم أقل ذوباناً في الماء عن بقية عناصر الزمرة ليش؟ وذلك لصغر حجمه وقوة الجذب الكبيرة للنواة على الكتروناته. سؤال 3. عدد الصفات العامة لعناصر الزمرتين الأولى والثانية. شنو صفاتهن؟ عناصر هاتين الزمرتين ذات كهرباء سلبية واطئة وطاقة تأيين واطئة. 2. الغلاف الخارجي لعناصر الزمرة الأولى يحتوي على الكترون واحد، بالنسبة لعناصر الزمرة الثانية يحتوي على الكترونين، مبين من اسمها. 3. لا توجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة لشدة فعاليتها. خاف يقول لك الزمرة الأولى والزمرة الثانية لا توجد فراغ دير بالك عليه لشدة فعاليتها. سؤال 4. كيف يمكن الكشف عن وجود أيون الصوديوم في مركباته؟ وذلك باستعمال كشف اللهب الكشف الجاف، حيث عند امرار الصوديوم عليه يتلون اللهب باللون الأصفر. 5. وضح علميا لماذا وضع عنصري الصوديوم والبوتاسيوم ضمن زمرة واحدة رغم اختلافهما في العدد الذري. وانا قلت لك هنا شو تسوي؟ بسبب تساوي عدد الالكترونات، الكترونات التكافؤ في مستوى الطاقة الاخير، هذا اس واحد وهذا اس واحد. تمام. سؤال 6. عدد اهم الخواص الفيزيائية التي يمتاز بها عنصر الصوديوم. عدد أهم الخواص الفيزيائية قلت لك فيها التي يمتاز بها عنصر الصوديوم. فلزلين وله بريق فضي إذا قطع حديثا. 2. كثافته أقل من كثافة الماء. 3. ينصهر بدرجة حرارة 97 سيليزية، يغلي منصهر الصوديوم بدرجة حرارة 882 9 بالعشرة سيليزي. سؤال 7. عدد أهم استعمالات هيدروكسيد الصوديوم. لاحظ اللي عندنا ترك احنا استعمالات الصوديوم نفسيتها، لكن هيدروكسيد الصوديوم ما محذوفه، واستعمالات كلوريد الصوديوم. هنا يستعمل في صناعه الصابون والمنظفات، صناعه الانسجه والورق، ماده اوليه في تحضير العديد من المركبات المستعمله في الصناعه. سؤال 8. كيف يتم استخراج ملح الصوديوم اذا كان موجودا اولا؟ بشكل ترسبات. زين، في مياه البحر.
يستخرج بحفر آبار ويضخ أولا هاي بشكل ترسبات ويضخ إليها الماء، ثم يسحب المحلول الناتج بواسطة مضخات ماسة إلى سطح الأرض ويبخر الماء فتتخلف بلورات الملح ثم ينقى. ثانيا تضخ هذه المياه إلى أحواض واسعة ضحلة ثم يبخر الماء بحرارة الشمس، وهذه هي الطريقة المستخدمة الآن في جنوب العراق. سؤال املأ الفراغات، فقرة املأ الفراغات. صيغة الجبس الاعتيادي هي اخذناها مرتين هاي CaSO4 2H2O، دير بالك عليها. سميت عناصر الزمرة الثانية بالفلزات بمن؟ سميت بالفلزات الأتربة القلوية. يدعى هيدروكسيد الكالسيوم الصافي بمن؟ بماء الكلس الصافي. 4 عناصر الزمرتين الأولى والثانية ذات كهرباء سلبية شني؟ عالية واطئة. واطئة عند ترك حبيبات NaOH في الجو الرطب فراغ تتميأ. لاحظ هنا 6 فلز الصوديوم توجد مركباته بكثرة في مياه البحر. فلز فراغ توجد مركباته بكثرة في من؟ في مياه البحر. اختر الإجابة الصحيحة، فقرة اختر الإجابة الصحيحة. فراغات اختيارات كلهم ذن ناخذن. إذا فقدت ذرة الليثيوم الكترون التكافؤ تتحول إلى أيون شني؟ ثنائي أحادي. أحادي شحنة موجبة. أوكي؟ تكافؤ عنصر المغنيسيوم في مركباته شنو هو؟ 4-3-2-2. 3 مركب كيميائي يستعمل في دباغة الجلود هو؟ يا هو كلوريد الصوديوم. في من يستعمل؟ في دباغة الجلود، دير بالك عليها. 4 ترطب الملح العادي وعدم ترطب الملح النقي، مما يدل على أن الملح النقي مادة متميئة غير متميئة مختزلة. طبعا الجواب الصحيح هو غير متميئة. 5 عنصر عدده الذرة 11 فإنه يقع في الدورة، يا دورة الثالثة. تمام يلا، فقرة ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة ثم صحح الخطأ إن وجد. عناصر الزمرتين الأولى والثانية ذات كهرباء سلبية عالية. لاحظ هذا أجل سؤال للطلاب يمكن الخارج على ما أعتقد. خطأ واطئة. عنصر المغنيسيوم عدده الذرة 12 لذا يكون تكافؤه في مركباته ثلاثي التكافؤ. صحيح ثلاثي التكافؤ؟ لا خطأ. شي يكون لعد سونا خدنا ثنائي التكافؤ. تمام خدنا فوق زين. 3 يحفظ الصوديوم في السوائل لكونه لا يشتعل عند تعرضه للهواء. فاشو حسب؟ لا خطأ، يشتعل عند تعرضه للهواء. يا هو هذا الصوديوم. يحفظ الصوديوم في النفط صح.